تبشر الصباح عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دار تركت. وسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الشيخ طلال فاخر الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والوقف الأسبوعية استراحة قلب. والأسبوع اللي فات كان الشيخ طلال يعني عنده ارتفاع حرارة شوي فما كان معه أنه موجود. فبداية السلام عليكم صباحك الله بخير ومشتاقين لك شيخ طلال. عليكم السلام صباحك الله بالنور يا أخي رجعان. الله يسلمك العافية. الله يسلمك أجر وعافية. سعداء جدا بنقول عودا حميدا لك إن شاء الله. الله يبارك فيك يحفظك يا رب. ماذا أعددت لنا هذا الأسبوع؟ الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد صباح الأخوان أخواتنا بالخير، وعسى الله سبحانه وتعالى يستعملنا بطاعته. أخواني أخواتي، موضوع اليوم اللي بتكلم فيه يختص ببعض المفاهيم اللي عندنا في حياتنا. إحنا في بعض المصطلحات لما نبي نعرف معناها نرجعها إلى أصلها، أو نسأل أصحاب اللغة، أو مرات أصحاب اللهجة حتى إذا كانت الكلمة باللهجة الكويتية أو أيا كانت. ففي اصطلاح لغوي معروف يرجع للأصل، في اصطلاح يتعارف عليه أهل البلد، وفي شيء اسمه اصطلاح شرعي. اصطلاح شرعي يعني هذا التعريف تأخذ من الدين. مثلا شنو تعريف الصوم؟ الصوم في اللغة هو الإمساك، مجرد الإمساك. صمت عن الأكل، أمسكت عن الأكل. صمت عن الكلام، أمسكت عن الكلام. زين، في تعريف ثاني نعرفه حق الصوم، الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، معني هذا يسمونه التعريف او الاصطلاح الشرعي. وطبعا الاصطلاح الشرعي يؤخذ من اللغه، لكن رب العالمين يعطيك تعريف لهذه العباده حتى تفهم شنو لما نقول الصوم شرعا غير اللغه. الصلاه في اللغه الصله، في الشرع شيء ثاني، هي صله العبد ربه، افعال واقوال مخصوصه مفتتحه بالتكبير ومبتدأ. هكذا الاصطلاحات الشرعيه مهمه. اليوم في مصطلح من هذه المصطلحات اللي يستخدم في حياتنا لكن لا مفهوم شرعي ولا مفهوم عندنا احنا في حياتنا الدنيا. خلكم معي عشان نعرف شنو هذا المفهوم او المصطلح، وشنو تعريفه عند رب العالمين، شنو المفهوم اللي احنا لازم نفهمه. كلنا يمكن خاصة اللي يعني اعمارنا او حتى عيالنا الله يحفظهم سمعنا او قلنا لهم قصة الغلام المؤمن. القصة الجميلة النبي صلى الله عليه وسلم قصها على الصحابة، وهذه القصة اللي فيها واحد من اللي تكلموا في المهد. تكلم في المهد يعني شيء خارق للعادة مو على الطبيعة. ليش هذه الخوارق تحدث؟ إذا كانت لأنبياء فهي معجزات، إذا كانت لغير أنبياء فهي كرامات. هذه تحدث لنصرة وتأييد وتثبيت المؤمن. أنا بأخذكم إلى آخر القصة، المشهد الأخير بعد ما احنا نعرف موضوع الأول. طبعا في عهد هذا الغلام كان في ملك طاغية، هو يقول إني أنا ربكم، وعنده ساحر يرتب له الأمور يخدع الناس. اختاروا هذا الغلام عشان يعلمون السحر، يأخذ مهمة الساحر من بعده. قدر الله أن الغلام هذا يتعلم السحر، وفي نفس الوقت كان يتعلم الدين الحق من راهب كان موجود في بلدته. بعد ما كبر شوي الغلام عرف أن الراهب هو الصح، وترك السحر وصار مستجاب الدعوة، والناس يروحون له ويدعون له والله يشفيهم على إيده. فخلاص أي واحد يجي له يقول له يا غلام أنا مريض، أنا أعمى، ما أشوف، أنا ما أسمع، ما فيقول له تؤمن بالله؟ يؤمن بالله، فيدعو له فالله يشفي. إلين الملك وصل له وقبض عليه وياب عنده، والآن يبي خوفه، يبي يردعه لأنه محتاجه، كونه تعلم السحر ما يبي يخلص منه بسرعة. كتهديد قال حق جنود خذوه معاكم في جبل فوق، إذا ما ارتد قطوه، أنه هو الرب يعني الحين الملك. وصل للجبل فوق، ها يا غلام يحاولون يقنعونه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف الجبل وسقط الجنود كلهم إلا هو. أنت تخيل المشهد، جبل يرجف والكل يطيح إلا واحد غلام ما يطيح، شلون شلون؟ هذه إرادة رب العالمين، هو اللي يدبر الأمور، هو اللي يدير الكون سبحانه وتعالى بدون تفاصيل. هذا اللي حصل. إذا وين راح الغلام انحاش؟ لا، رجع حق الملك مرة ثانية. ليش يرجع له؟ هو يبي يقتله، لأن الغلام في باله شيء بعيد. شاف الملك ونادى يا حرس، أخذ مجموعة ثانية ودوه في وسط البحر في قارب، إذا ما رجع قطوه فيه. ونفس الشيء راح أخذه وسط البحر، قال اللهم اكفنهم بما شئت، فانكفأت السفينة انقلبت كلهم غرقوا إلا هو. شلون صار هذا؟ الله أعلم. هذا الذي حدث، ورجع الغلام مرة ثانية إلى الملك. الحين الملك خلاص استخف،
الآن يبي يقتله. ليش؟ لأنه قاعد يشوف أن الناس اللي يقول أن أنا ربكم، الناس قاعد يشوفون أن هذا اللي الملك يقول أنا الرب مو قادر على غلام. فالآن الملك يبي يقتله عشان ينتصر، يثبت مكانته ويحافظ على يعني البستيج اللي هو حاطه أني أنا الرب. فالغلام يوم يبي يقتله مرة ثانية قال له غلام اصبر، ما راح تقتلني إلا أنا أقول لك الطريقة، إنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. إيش مطلوب؟ قال تجمع الناس كلهم في مكان واحد وتأخذ سهم من كنانتي، سهم مني، ثم تضع السهم في كبد القوس في النبلة وتصرخ بصوتك العالي بسم الله رب الغلام ترميني، بهالطريقة تقتلني. طبعا الملك يعني بسداشته وغبائه جمع الناس وفعلا فعل هذا، ما يدري الغلام شو اللي يبي. جمع الناس وحط الغلام من الصبح هناك واخذ السهم وصرخ بسم الله رب الغلام، رمى فمات الغلام. اللي حصل الناس شافوا قدام عينهم ان الملك ما قدر على الغلام الا بعد ما قال بسم الله رب الغلام، يعني في الله اللي هو رب الغلام اعظم من الغلام. فالناس كلهم قالوا امنا برب الغلام، امنا برب الغلام. الملك قبل كان مبتلش بهالغلام اللي مؤمن بالله، الحين صارت الدنيا كلها مؤمنة بالله. سمع الملك هذا طبعا اشتاط غضبا، حفر الأخراج حفر كبيرة ولعوا فيها النار، أي واحد من الناس يقول آمنت برب الغلام ارموه في النار. صار الناس يون يتقاذفون في النار، كل واحد مؤمن بالله يقط نفسه بالنار، يقط نفسه بالنار. الآن يا أخواني هذا اللي حدث، هذا اللي حدث شنو كان؟ الغلام، غلام صغير ما عاش حياته، ضحى بنفسه. زين هل ضحى بنفسه هو عشان الناس يعيشون؟ الجواب لا، مو عشان الناس، الناس ما عاشوا، الناس بمجرد ما آمنوا احترقوا، فلا هو عاش ولا الناس عاشوا، هو مات. لكن اللي حصل انه أحيا قلوبهم، وهو عرف الله وعرف انه في جنة ونار من الراهب اللي كان على الدين الصحيح، فحب ان الناس كلهم يكونوا معاه في الجنة، حب ان الناس كلها تحيا قلوبهم، فمن اجل هذا ضحى بنفسه. حياتك تروح بس تحيا قلوب، في تضحيات، في ناس قاعد يروحون شهداء عند الله، بس في ناس قاعد يفهمون شنو الدين وقاعد يرجعون الى الله سبحانه وتعالى. هذا المشهد كله الله شنو سماه؟ اللي هو الغلام مات والناس احترقوا، الله سبحانه وتعالى قال عنهم في سورة البروج اللي هي اصحاب الاخدود قصتهم، قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. هذا المصطلح اللي لازم نعرفه، شنو هو الفوز؟ مو الفوز انك انت تعيش في الدنيا وتعمر وتكبر اي حياة، لا، الفوز انك انت تعرف الله، تعيش على طاعته او تموت على طاعته. الله سماه فوز عشان كذي. لما جاءت امرأة ومعها صبي، الان نفس القصة، مؤمنة بالله، حالها تلقط نفسها بالنار، فيوم وصلت للنار وشافت والغلام رضيع بيدها صغير، تغير شوية، ترددت، شافت الغلام كسر خاطرها، ايش ذنبها الصغير هذا اللي يموت الحين ورا حياة يكبر قدامه مستقبل، فتقاعست ترددت. هني حصلت المعجزة او الكرامة، انطق الله الغلام الصبي في المهد، قال يا أمه اصبري فإنك على الحق، إنك على الحق. شنو هو الحق؟ وين الحق في الموضوع؟ احيانا يكون الحق ان تلقي بنفسك في النار، تحرق نفسك من اجل ان يحيا قلبك. احيانا قد يكون الحق انك تخسر دنياك، تخسر الدنيا من اجل ان تكسب الاخره. هذا الحق، هذا الفوز. مو مشكله انا متى اروح، متى اخلص صغير، اعيش 5 سنين، انا اموت ولا 50 سنه، لكن المهم الفوز عند الله سبحانه وتعالى، انك انت تموت على طاعه الله سبحانه وتعالى، تثبت على الحق عشان تكون في الجنه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، انتهى الموضوع. هذا هو الفوز. حرام بن ملحان رضي الله عنه كان في مجموعة من الصحابة حفاظ قرآن رسول عليه الصلاة والسلام، بعثهم إلى حي من أحياء العرب يعلمونهم، يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. حرام بن ملحان هذا خال أنس بن مالك رضي الله عنهما، كان هو الأمير على هذه السرية أو هذه المجموعة. فلما وصل قال حق المجموعة اللي معه، قال خلنا أروح لهم أنا، إذا أمنوني دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلا أنتم كنتم قريبين مني. في يوم راح استأذن أمنوه، قال لك الأمان حياك. فقام يكلمهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ف أشروا بعضهم حق بعض، أشروا واحد اقتله، فيالا من وراء وطعنا في حرب اخترقت جسمه، فشاف الدم على صدره رضي الله عنه، فمسح الدم وقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. نفس الكلام، هو مات، هو مات، بس هذين الناس تفهموا ان الفوز مو انك تعيش اي حياة، لا،
الفوز انك انت تنتهي حياتك وانت الحمد لله ثابت على طاعة الله وثابت على مبدئك. هذا المصطلح يا اخواني وخواتي، لما نعرف تعريف هذا الفوز نرتاح نشتغل عليه، نشتغل على ان احنا نبي نفوز عند الله، نبي نكون فايزين عند رب العالمين، احنا نفوز بطاعته ونفوز باذن الله في الجنة. شلون كانت نهايتي؟ مو مشكلتي هذه. ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. انت تقتل في سبيل الله، تموت على فراشك، تموت مو مشكلة، لكن المهم انك انت تكون لله، تكون ماشي على طاعة الله سبحانه وتعالى. هني يسمونك انت الفائز، الفائز بطاعة الله، الفائز بجنة الله، الفائز برضوان الله تبارك وتعالى. هذا المفهوم يا اخواني لما نفهمه نعرف شنو يعني الدنيا وشنو قيمتها. مثل ما هذا الغلام الدنيا راحت عليه، قال اقتلني، واللي امنوا والدنيا راحت عليهم، ما حد فيهم بقى على الدنيا، لكن عند رب العالمين موضوع ثاني. الله سماهم هذين هم الفائزين. هذا المفهوم يا اخواني واخواتي ريحنا، يعلمنا الدرب، يعني يوصل لنا فكرة انك انت منو اللي فعلا فاز او اللي ما فاز. مو سالفة انك انت كم سنة عشت ولا شنو تملك ولا وين وصلت ولا شنو حققت في حياتك، المهم انك تعيش على طاعة الله. نعم. وتموت على نفس العقيدة ونفس المبدأ. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ويميتنا على طاعته وأن يختم لنا بخير، إنه على ذلك قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلت شيخ طلال، ويجعل كل ما قلت في ميزان حسناتك وحسناتنا جميعا. ونتقدم بالشكر الجزيل للشيخ طلال فاخر الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف، ونلقاك أبو حمد إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.